ينطلق مساء اليوم سباق جائزة رولكس الصغيرة الكبرى للفورمولا 1 2020، وذلك على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، وتأتي الانطلاقة احتفاءً بالنسخة السابعة عشرة لسباق الفورمولا 1 في مملكة البحرين والجولة السادسة عشرة من البطولة العالمية، وذلك على المضمار الخارجي لأول مرة. هذا وتمت دعوة عوائل العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة الأخرى في مملكة البحرين. لمتابعه منافسات سباق جائزه رولكس لصخير للفورمولا 1 2020 عرفانا لمساهمتهم والتزامهم الكبير ضمن الجهود الوطنيه المبذوله للتصدي للجائحه في المملكه